دي نهجة احكي انجليزي يعني very strong I not very strong sleeping strong very good a little speak English يعني اتكلم قليل ليش ما عندنا شرف أسحانا حال المتقاعدين لا يقرأ ويكتب ناخذ 500 زين أنا مسؤول صادر ووارد وزارة التربية ايه. والله نحمده ونشكره الأمور شون هي والله الأمور كل زينة إيه بس أكو شيء لاخ إحنا ذولي أمالي 42 ليش ما يطلنا سلفة ليش الرواح بديهم غير بيد واحد لنا شريك أشو يطلنا لحد مواليد 63 ما تقول لي هاي شون حكومة من جابهم علينا هذا فرح ما عليه والديك هيك سؤال احنا ليش ما يطلنا سلفة ما عندنا أساني انت متقاعد مو متقاعد زين ايه متقاعد وخريج إعدادية وعندي نهجة احكي انجليزي يعني very strong I'm not very strong sleeping strong very good a little speak English يعني اتكلم قليل ليش ما عندنا سلفة أسحانا حال المتقاعدين لا يقرأ ويكتب ناخذ 500 زين أنا مسؤول صادر ووارد بوزارة التربية والنقلت للثانية بعهد علي عجيل مدير إدارة وكان معاون علي سعود زين ومعمار يعني ليش 500 واللي جاي اللي يشتغل بالطين متقاعد ياخذ 500 يعني حالنا حالة المدرسة مالتها راحت ببلاش الثانوية أنا خريج إعدادية وحتي شوية قليل إنجليزي يعني قدمت انت على سلفه وما طول؟ ما طول انا ما قدمش يقولون مواليد 42 ما لهم سلفه ليش ما لهم سلفه؟ والله يا ابو الوليد هاي الحكومه يعني شلعت حال الفقير شلعت حالنا اذتنا حيل اذتنا